السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نجو نديرو بدنجال محشي، روسات سهله مهله بنينه بالبزاف. الوغ بلا ما نطول عليكم، نروح نشوفو كيفيه التحضير والمقادير، واش لازم لنا، المكونات وشنو هما. هيا نبداو بسم الله. الله نحكم الباذنجان، نجي نقطعوه بالعرض هكذا اونفا بالطول، نجي نقطعوه شويه ني ماشي رقيق وماشي خشين. دونك كي نكمل نقطعهم نجي نحطهم فوق لو بلاطو، نجي ندير من فوقهم شويه زيت الزيتون من لي دو كوتي لي دو فاس. نجوز عليها البانسو باش ما تكونش كاين بزاف في لا ميم بلاص. بعد نديرو لهم من الفوق شويه ملح شويه فلفل كحل، تحبوا ديروا كرويه، باذنجان يحب الكرويه. هنا شويه ملح، الفور ديالي حطيتو يسخن من قبل شويه على 200 درجه، نجو نحطوه لداخل لمده 20 دقيقه ونخرجوه. دونك نطيبو ونعاود نولي ان شاء الله. نديرو نفس الشيء مع البطاطا، دونك نقطعوها اون روندات. هذا نجو نحطوها كيف كيف سيغ ان بلاطو، نديرو لها لا ميم شوز، شويه زيت الزيتون من الفوق، ملح وفلفل كحل، ونديروها طيب كيف كيف كيما الباذنجان. مي شنو البطاطا طيب شويه كثر من الباذنجان. دونك نطيبهم ونعاودو نوليو. الوغ دوكا نحكي من لافيون داشي، ندير لها حبه بيض، عندي لي زيبيس، ملح فلفل كحل كمون وفلفل احمر، ونزيدو لها ان بو شابلور باش تضرحها، ونزيد لها شويه معدنوس هكذايا، ونخلطو لو تو. دونك هاي لا فيون داشي تاعي راهي واجده. دونك كنجيو نديروها دي بول هكذا ا بو بري ا بري هكذايا، و دي زابلاتي ليجيرمون برك، ديروها هكذايا داكوغ. دونك نواسيهم كامل و اون روفيان. بون دركا لي لا فيون داشي تاعي خدمتها هكذايا، دركا نجي نقليهم شويه. بون دركا نروحو للمونتاج تاع تاع الباذنجان تاعنا. دونك نحكمو اون ترونش، نزيدو اون دوزيام ترونش، نزيدو منا، هادي محلولة نحيها. هكذا ومن بعد نجيبو البطاطا تاني اللي طيبناها، نحطو من تحت، نحطو لافيون داشي يا بخي نغلقو.
نحكمهم بعدا نحكموا اون طوماط سيريز نحكموا مرسو دو تاع الفلفل مرسو دو بافرون هكذا ونجو نديروها فوق الباذنجان تاعنا نحطوها دو كوتي ونديرو نجو نديرو واحد اخرى فماشي نحطها دو كوتي نحطها سور لو فلو بلا كي فا او فور نديرو واحد اخرى هلا الباذنجان قلنا البطاطا ايه الاخرى نسيت ما درت لهاش من فوق البطاطا شتو كيف ما فكرتونيش لا بلونداشي نزيدو لها من فوق البطاطا ونغلقو هلا ونعاودو لا ميم شوز لا طوماط سوريز مرشو تاع الفلفل ونديرو من الفوق الفور ديالي راهو سخون 180 درجة بون هنا عندي ان بون نجي ندير فيه شوية لاصوص طوماط ان بو طوماط كونسونتخي شوية كمون شوية ملح وشوية فلفل كحل ونديروا لها شويه زيت الزيتون ونخلطوا كلش نزيد لها دوك نجينا نواتي لها الثوم درت راس كبير وراس صغير نخلطوهم بيان هنا كي شتها مازال هادشي عاقله زدت لها شويه ما سخون ونجو نديروه فوق الباذنجان ديالنا والداخل شتو حاجة ليه ليه فيت فيت سهلة بصح ليكو مش نحكي لكم غير البناو نجي نحط فوقو شوية فخوماج غابي نديرو شوية شيدار سي فاكولتاتيف ماشي محتمة ديرو الفخوماج غابي C'est juste pour plus de gourmandise et le visuel. Donc on a le four ديالنا راهو سخون 180 درجة نحطوه واحد 15-20 مينوت بس كلش تاعنا راهو طايب جوست بور فير غراتيني لو فرماج و تاني لاصوص تاعنا طيب لنا شوية دونك نحطوه يطيب اي اون روفيان جوست ابخي دونك ا تو دو سويت الوغ فوالا لو بلا تاعنا راهو طاب شباب واحد الريحه تخرج منه واش نقول لكم عجب الوغ فوالا اون ريزومي سي سا دوبرجين فارسي دونك سخون مازال ما ادنش قريب الفطور الوغ جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم عجبتكم جو فو كونساي ديروها باسكو ديجا جوست بالريحه بزاف الوغ نقول لكم لا بروشين فوا ان شاء الله ديسي لا تهلاو في رواحتكم علي السلام